أخرى. أستاذ حسن الزوان، رئيس تحرير المصري أفندي، المصري، برنامج برنامج المصري أفندي، وزميل عمل الأستاذ محمد علي خير زميلنا. أستاذ حسن، مساء الخير وأهلا بيك وبمشاركتك معنا في الحوار. أهلا بحضرتك وأهلا بقناة النادي الأهلي اللي ليها في قلبنا مكانة كبيرة، وبالكاتب الجميل والصديق القديم أستاذ محمد علي خير اللي يعني ومنور قناة الأهلي بصراحة. طيب أنا مش هسأل عن الكاتب الصحفي الكبير، هسأل عن الإعلامي الكاتب الصحفي أو الصحفي المصري الذي اتجه للإعلام منذ عدة سنوات وله تجارب تلفزيونية أو فضائية وإذاعية ناجحة كثيرة. ايه اللي بيميز الاستاذ محمد علي خير الاعلامي او مقدم البرامج؟ هو رئيس تحرير كل برامج. عشان كده بساله بقى على مستوى التعامل اليومي في العمل الاحترافي. علاقتي بالاستاذ محمد علي خير من سنه 98، فانا عشان كده بتكلم بقى على الصحافه وعلى التلفزيون. طبعًا. يعني طبعا طبعا. لكن فيما يتعلق بالعمل الاعلامي، يعني من دي وان، من اول يوم احنا اشتغلنا في الاعلام كان عندنا مجموعة قواعد كده حطيناها. ممكن الأستاذ محمد فاضل كان بيشير لحاجة من ضمن الحاجات دي، هي فكرة تبسيط المعلومة للمواطن المصري اللي مش محتاج ان احنا حد يطلع يديله مواد مقعرة بقى وكلام كبير ما يفهموش فيتوه فما يعرفش. طول الوقت الأستاذ محمد بيبقى حريص على انه هو الأمور تبقى ما فيهاش تهويل، ما فيهاش تضليل، ما فيهاش تطبيل، معلومة واضحة. في تارجت اساسي ان احنا بنشتغل لصالح المواطن المصري. البرنامج اللي احنا شغالين فيه حاليا اسمه المصري افندي، ده الاسم نفسه ليه دلاله، لان احنا هدفنا الاساسي هو العمل لصالح المواطن المصري. حتى الاسم نفسه له طابع او كاركتر شعبي طبعاً، مشابه لاسلوب استاذ محمد في التقديم اللي فيه تبسيط. لانه هو كمان هو مش فكره ان هو بيقدم المعلومه بشكل مبسط او بشكل شعبوي يعني زي ما بيقولوا، لكن هو كمان بيضيف للمعلومه وجهه نظر ويطرح وجهه نظر ثانيه ويسيب المشاهد يعني طالما هو في الاخر بيطلع المعلومه من مرجعيه وطنيه ومن وجهه نظر وطنيه، الناس بتستجيب بالمناسبه. طيب. والاعلام تراكم طبعا. يعني الاعلام صناعه تراكميه، كل ما تنجح النهارده وده هيبقى تراكم على اللي بعده على اللي بعده على اللي بعده، الناس بتبدا تعرف انه في رساله بتتقدم في هذا المحتوى الاعلامي، وبالتالي بيبقى اكثر قناعه، الثقه بتتراكم والمعرفه بتتراكم. واعتقد انه هو نجح في الموضوع ده من ساعه معرفته، وبصراحه بيطور ادواته طول الوقت وبيقدم وجهة نظر كده زي ما بيقولوا بانورامية لكل الأحداث. يعني أستاذ حسن، من الحديث عن الإعلامي محمد علي خير إلى مشوار النادي الأهلي في البطولة الأفريقية وبدايتك في هذه المداخلة، قالت أنك أهلاوي جدا، شايف إزاي أداء الأهلي في دور الثمانية نصف المباراة؟ الشوط الأول أنهيناه في القاهرة 2-0، توقعاتك وأمنياتك للمباراة الجاية أمام سان داونز؟ أنا أتمنى طبعا أن مباراة الأهلي في بريتوريا تبقى يعني فيها مش من يعني منجذبين لفكرة الصقر أو فكرة الخروج بأقصى النتائج. جمهور الأهلي، أنا متعلق بالنادي الأهلي من سنة 84، هدف محمود القطيب في مرمى بيل أنطوان وأنا طفل صغير في الإستاد، وأنا بشوف بيل أنطوان ده ما بيدخلش فيها أجوان على مدار الموسم كله، لكن انا رايح الاستاد عارف ان محمود الخطيب هيجيب جون في بيل انطوان وانه العقده دي هتبقى مباراه الاهلي والمقاولين. الاهلي والمقاولين، انا ما اعرفش ان الاهلي بيمر بمشكله صعوبه ما بيتجاوزهاش. الاهلي عنده روح يعني غير ما يعني ما فيش مدرب اجنبي جه يدرب هنا في مصر الا لما اتكلم عن فكره انه ايه الكيان ده اللي بيبقى عنده روح ما بتنتهيش، عنده جمهور واقف بظهره، وبعدين في كيمياء غريبه ما بين الفريق بتاع الكوره وبتاع الجمهور. يعني هو ممكن يبقى الماتش في جنوب افريقيا صحيح، بس لو الجمهور متفائل في القاهره في كيمياء هتروح للعيبه اللي موجوده في جنوب افريقيا وهتدفعهم وهتخليهم ياكلوا النجيله، وده اللي احنا متعودينه من النادي الاهلي. احنا متفائلين ان شاء الله في جنوب افريقيا ان شاء الله هنحقق نتيجه كويسه وهنتجاوز
المرحله دي ونحقق التسعه بقى زي ما بيقولوا. ان شاء الله ان شاء الله نكون موفقين وتبقى نقطه الانطلاق نحو الهدف او اللقب الذي يعود للنادي الاهلي من جديد، اللقب الافريقي والعوده للتالق في كاس العالم للانديه من المباراه الجايه، هذه الانطلاقه نحو النهائي باذن الله، ومن الفوز في حال وفقنا ان شاء الله على ملعب المنافس في جنوب افريقيا يوم السبت القادم. وبشكرك جدا للمشاركه معنا في الحوار يا استاذ حسن، شكرا جزيلا لك.